طيب قول لي انت في سنه كام دلوقتي يا عبد الله؟ تاني سنه. ما شاء الله لسه صغير. طيب يعني كوتش اشرف بدا الموسم كلمك بلغك ازاي تتمرن معاهم في الدرجه الاولى؟ انا كنت ماشي مع فريق 18 فكابتن اشرف اتفرج على كم ماتش من السنه اللي فاتت فجاي وكلمني واداني حماس طبعا قال لي خامه كويسه واداني الشجاعه ان انا العب مع ناس. بدات في الاول تمرين كنت خايف طبعا اكيد طبعا بلعب مع اسامي انا من وانا صغير كنت انا عارف من زمان وكان بيبقى شرف لي ان انا اسلم على حد منهم فان انا في سنه كده انزل بقى واتمرن معاهم وبدون زمايلي في الفريق فطبعا دي حاجه كبيره قوي وكانت في الاول كبيره عليا بس بدات الموضوع اخش واحده واحده في اثناء التمرين وكنت كان بيديني الثقه في التمرين بنزل العب معاهم وبحتك معاهم عادي بس فاتمرنت بقى السنه دي انا ومعايا ناشئ برضو بس فكنا احنا الاثنين مع بعض بنشجع بعض في التمرين فرقه زي الفرقه العاديه بدانا نخش واحده واحده لحد ما بدانا الحمد لله دخلنا في التمرين السيزون الجديد ونزلنا النهارده كابتن اشرف اداني الثقه ودفعني من اول خمسه في الماتش بدات معاهم الحمد لله ولعبت كويس الحمد لله بس ما حصلش نصيب اصابه دي معلش بص هو دايما كده يعني حتى احنا في بدايتي وانا في بدايتي برضو لما نزلت كان ايدي يعني برضو حصل لي موقف زي ده كان ايدي اتكسرت برضو بتاع فده بيبقى خير الحمد لله.